في تصريح فاشل، وزارة التربية ما تدري شكو ماك. شنو ليش الكرفانات لحد الآن؟ تروح تحس المحافظات كلها كرفان ويدرس. رصيف تتخيل شارع يروح مطين، إذا تمطر يروح مطين، ماكو طريق يروح بيه للمدرسة. الفقير إلى الله بهالظروف الاقتصادية الصعبة اللي يمر بيه، قرطاسية رادك 20,000، جنط ومستلزمات دراسية ماكو، وهذا الشغل وضع اقتصادي تعبان مع الأسف. شنو الفرق بين المدارس الأهلية والمدرسة الحكومية؟ ليش هذا كل شيء متوفر له والفقير اللي داوم مدرسة حكومية كل شيء ماكو؟ تتخيل احنا داخلين على وباء طالع جدر القردة، وباء هذا الدوام الثلاثي والرباعي اكو احتمال. يعني مع الأسف تصريحات فاشلة، تصريحات ما لها اتزان، تصريحات ما تمس أرض الواقع بشيء. طب للمدارس وباوع، إذا ما تبكي على حال الطالب أنا مو عد كلمتي، وباكر أنا لازم راح أشتري كتاب ب5,000 دينار من المتنبي. كتبك يا وزير التربية قاعدة تنباع بشارع المتنبي. الطلاب دا يشكون يعني من المدارس، المدارس أكو قسم منها تعبانة، أكو صفوف قليلة، الرحلات يعني كل رحلة بها 3-4، يعني من هالجانب هذا يعني هم تعرفوا هالأمراض هاي الصايرة والشغلات يعني زخم بيها، وأكو مدارس يعني توسيع إرادة لها، سقوف ثانوية، شغلات، تصليحات، هاي المعاناة. هاي المعاناة الثانية على مود الكتب الدراسية، لا تجي فيها نقص الكتب، دي يروحون يجون يشترون أهلياتهم الجسم ما عندهم مادة كافية، وأكو كتب دي يطوها عتيقة يعني ما السابق كم درس صحيح ما عندهم. مع الأسف والله العظيم نقول وزارة التربية هاي الخبراء والمعلمين والأساتذة بوزارة التربية ماكو تخطيط، يطلقون الدوام يوم 1/9 وبعد مناهج ما كاملة، بعد كتب ما موزعين، من المراحل والدور الثاني ما بعد ما حد ممتحن. مع الأسف والله العظيم شنو التخطيط والخربطة. ها بالمناسبة راح بالدوام، تعرف هسه احنا مدارسنا 3 شفتات، شفت صباح وشفت مسائي، ماكو طلاب، ماكو رحلات، مدارس ماكو، تظل بلا أعداد، ما تعرف شنو هالخربطه مازه. هاي الامور قبل ما يبدا العام الدراسي ابدوا من تربيه صحيه، وفروا المدارس، الرحلات، الصفوف منظمه مرتبه، اعداد، هالاعداد جات تجيكم زياده، شنو كل رحله بيها 3 طلاب؟ ماكو ايش تخبط وزاره التربيه، تنبه على الطلاب، ذولا ولدكم ولدنا، ذولا مستقبل العراق، صح لو لا؟ ومع الاسف. وزارة التربية المحترمة، نتقدم لكم بطلب تأييد ظهور أو على الأقل إجابة على الاتصالات المتكررة وعلى الرسائل المهمة. منذ عام تقريباً نتواصل معكم، لا عام دراسي سابق، لا امتحانات وزارية، ولا حتى لبحث استعدادات هذا العام. كلها مكالمات معلقة ودعوات غير مستجابة من قبلكم. متحدثكم الرسمي يشوف الرسائل ولا يرد، يسمع الاتصال ولا يرفع الخط، ويرفض الظهور قبل استلام الدعاوى حتى الآن. فهل نحن في زمن حكومة الخدمات لو وزارات إغلاق الأبواب؟ 12 مليون مصير يجبرنا على الحديث، ولا نغلق أبواب الملفات ولا أي شيء يجمعنا بيكم إذا سدينا هذه الملفات طبعا. لكن السؤال يبقى، شنو حققتم؟ وهل اكتملت الأبنية المنسية أم سلمتم المناهج الدراسية؟ لو أحصيتم الكوادر قبل انطلاق المسيرة؟ كنا نتمنى تسويق الإنجاز قبل تناول المشاكل وطرح الحلول، ولكن رفض التعاون رح يجبرنا على نقاش الحقيقة المرة، ولن نكون مثلكم بأي حال. حق الرد مكفول لكم في أي وقت، فنحن لا نغلق الهواتف ولا نسد الأبواب، ونفتح كل ملف له تماس مباشر بحياة المواطن. أهلا بكم.
محور حديث حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن انطلاق العام الدراسي الجديد وسط التحديات الكبيرة اللي يعيشها الواقع التربوي في العراق. راح نتناقش بهذا الملف مع رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد التربوية تيسير القيسي، حياته الله. أهلا وسهلا. كل الترحيب والتقدير للباحث التربوي الأستاذ داود الحلفي، حياك الله. حياك الله أحمد جميلي. أحمد الجميلي، إذن حياك الله أستاذ داود. تسمعني أستاذ؟ بلي أسمع. بلي، حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا، أرحب الآن بالخبير التربوي الأستاذ أحمد الجميلي، حياك الله. حياك الله. أبدأ معك أستاذ داود، خلي نبدي من الواقع البائس لانطلاق العام الدراسي الجديد. بدأ وسط مشاكل جوهرية تصدرها نقص الأبنية، ماكو كتب، هواية مشاكل. شنو رأي حضرتك بانطلاق العام الدراسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك ست فرح وعلى ضيفيك الكريمين، وأتمنى أن نكون في كلمة صريحة وكلمة قوية وكلمة ناقلة للواقع وليس مجاملة لهذا الطرف أو ذاك. العام الدراسي بدأ في فوضى وسيستمر إلى مدى معين بفوضى أيضا، لأنه البداية الفوضوية لا تنتهي بسهولة وإنما تتراكم فيها أخطاء حتى تنتهي. يعني كان المؤمل أنه على الأقل تقدير هذه السنة أو هذا العام الدراسي أن تكون المناهج متكاملة، هذا أولا، وكان المؤمل أن نكون أو تكون وزارة التربية قد أعدت خطط للقضاء على الدوام الثلاثي وليس زيادة الدوام الثلاثي، وأيضا كان المؤمل أن تكون بداية الدوام هادئة ومستقرة ومخطط إلها. يعني يوم أمس تفاجأنا أنه دوام التلاميذ يبدأ اليوم والدور الثاني بعد ما كامل بعد اليوم باكر يلا يكمل، وأيضا الكتب ما مستلمة والقاعات ما موزعة والأهالي فوضى بالمدارس، وبالتالي ما تحسين أنت جاية إلى مؤسسة تربوية لا. غايتها نقل الصورة الحقيقية للتنظيم والرفاهية الفكرية وأيضا التطور التدريجي في أداء الوظيفة، وأيضا نقل أفكار متطورة من أكاديميين من متعلمين. تحسين أنه طابة، مع احترامي وتقديري وأعتذر عن هذا اللفظ، إلى علوة مخضر، كل واحد يمشي من جانب ويترك الجانب الآخر ويسير كيفما اتفق. يعني ما أعرف هيئة الرأي مع احترامي الشديد لهم كيف أشاروا على الوزارة أن يبدأ العام الدراسي قبل أن ينتهي الدور الثاني، قبل أن تنزل وضحت الدرجات. وضحت الفكرة أستاذ داود. إذن ست تيسير باعتبارك رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، وصفها أستاذ داود بأنها علوة مخضر مو مدرسة، شنو رأي حضرتك؟ بداية تحية لضيفيك الكريمين وللمشاهدين الأفاضل. حياتي. أنا أتفق كل الاتفاق مع الأستاذ أحمد على أنه هي فعلا علوة، وأبسط شيء أنه إلى الآن لم تكتمل القبولات في المدارس. بدأ العام الدراسي الجديد بعيدا عن ملف الكتب وملف الامتحانات الدور الثاني وملف نقص الكوادر ونقص الأبنية، إلى الآن القبولات المدارس لم تكتمل. بعد ليش بدأوا العام الدراسي؟ سوء إدارة، سوء تخطيط حقيقة. من قبل منو؟ من قبل اليوم احنا نريد نسلط الضوء مين على العمليه التربويه، من القائم على العمليه؟ وزاره التربيه ابتداء من الوزير وحتى اصغر موظف في هذه طبعاً. الوزاره يتحملون مسؤوليه تحويل المدارس الى علوه مخضر. احسنت، تتفقين؟ اتفق. زين، شنو المشاكل؟ المشاكل كثيره، اذا اريد نخوض فيها بها اكثر من جانب. جانب اللي هو الاساسي والاول هو نقص الابنيه المدرسيه. العراق عنده أبنية مدرسية المبنية من كان عدد سكانه ما يتجاوز 15 مليون، والآن تجاوزنا 40 مليون، وهو نفس العدد نفس الأبنية. هذه 40 مليون من صاروا أكو شقد عدد أطفال، شقد طلبة، شقد تلاميذ، شقد كوادر زادوا. بالنتيجة إحنا نحتاج في بغداد تحديدا 1000 مدرسة بس في بغداد، بس في بغداد بعيدا عن المحافظة. كم مدرسة في بغداد حاليا؟ حاليا المدارس تقريبا يعني ما تتجاوز 2000 مدرسة كبناية. أنا مدرسة، إحنا من نقول مدرسة هنا نقصد البناية، لأن أكو بناية وأكو إدارة، مدرسة إدارة وأكو بناية.
الإدارة إدارات عندنا تتجاوز 3000 مدرسة، أكثر من 3000 مدرسة، والبنايات ما توصل للألفين. بالنتيجة صار عندنا دوام ثنائي وثلاثي، وبالأرياف ماكو دوام ثنائي لأن هي مدارس يعني قرى، فتصير اللود وين؟ يصير الزخم في المدارس اللي داخل بغداد تحديدا بالمناطق اللي بها كثافة سكانية. كم مدرسة عندنا تداوم دوام ثنائي وثلاثي؟ عندنا مدارس اللي تداوم دوام ثنائي تقريبا بالألف وأربعمائة مدرسة، والثلاثي ما يقارب الستمائة، عدد كبير جدا. وبالأيام القادمة سنشاهد مدارس تداوم دوام رباعي. هاي ليش؟ هالي لأن أكو بعض الأبنية آيلة للسقوط، يعني إمكانية لإعادة بنائها، لأن هي ما ممكن إنه تؤهل، لأن هي عائلة للسقوط لازم هدم وبناء. هذه بعد ما تصلح يعني عليها إخلاء، من يطلعوها من المدرسة من البناية، من يطلعون الإدارة المدرسة من البناية تضطر إنه تكون مزدوجة رباعي مع بنايات أخرى. أستاذ أحمد أجد ترحيبه بحضرتك. عام 2024 عام 2025 العام الدراسي، وانطلق، شنو بدايتك بالانطلاقة بكلمة؟ شلون توصف هذا الانطلاق؟ يعني في البداية تحية لكم ولمشاهدي قناة الأيام ولا ضيفيك الكريمين. يعني أثني على ما ذكرهما الست تيسير والأستاذ داود. قبل الثناء أريد كلمة منك توصف عام 2024 عام 2025 انطلاقة العام الدراسي. انطلاق عام غير موفق. زين. غير موفق لأسباب كثيرة. أثني على الأستاذ وعلى الست بما ذكروه، ونضيف إليه أيضا نقاط أخرى. يعني الأعداد الكبيرة الموجودة في داخل الصفوف التي وصلت إلى 70 و80 طالب، هذا اللي ذكره أحد مدراء العامين قبل أيام على إحدى القنوات الفضائية. بالتالي هذه الأعداد الكبيرة سوف تعيق العملية التربوية والتعليمية، ونحن ذكرنا كثيرا لوزارة التربية بضرورة أن تكون هناك خطط حقيقية على أقل تقدير للأربع سنوات القادمة. النقص الحاد في البنى التحتية على الرغم دخول مدارس أكملت يعني إعدادها وتم تسليمها إلى بعض المديريات. كم مدرسة اكتملت؟ المفروض يعني تسلم هذا العام وتفتتح. يعني لغاية الآن أعتقد 400 إلى 500 مدرسة تم تسليمها. هذا ما دخلت الخدمة؟ الآن ابتدأت المدارس الصينية. الآن ابتدأت الدخول إلى الخدمة، لكن المشكلة وين؟ إنه إحنا أعداد التلاميذ والطلبة تجاوز هذا العام 12 مليون تلميذ وطالب توجهوا إلى مقاعد الدراسة. هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية أن الآلية الحقيقية لمتابعة انطلاق العام الدراسي كانت غير موفقة، مثل ما ذكر الأستاذ داود. يعني غير منطق أنا اليوم أوزع طلبة في داخل المدرسة على الشعب ووزع المناهج وعندي طلاب يمتحنون الدور الثاني. هذه سابقة مصارة سابقا، أبدا مصارة سابقا. إضافة إلى نتائج الثالث متوسط والسادس الإعدادي لم تعلن لغاية الآن. إذن شنو الغاية حضرتك أنت كتربوي؟ أسألك شنو الغاية من تقديم بدء العام الدراسي؟ يعني هم وزارة التربية قدموا الـ 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 العام الدراسي حتى يأخذون العشر أيام، هاي مستهلكة راح تكون العشر أيام اللي هي توزيع الطلبة والتلاميذ على الصفوف وتوزيع المناهج. بمعنى إذا ينطلق يوم 1/10 راح يأكل عشر أيام من شهر العاشر. فهم سووا خطوة سباقية. بالمناسبة وزارة التربية أعلنت الدوام في بادئ الأمر 1/10، لكن هناك قرار من مجلس الوزراء تم اتخاذه أن يكون الدوام 22/9. كان المفروض على وزير التربية أن يشرح حيثيات آلية الدوام إذا انطلق في 22/9، شنو هي المشاكل راح تواجه الانطلاق في تاريخ 22/9. شنو هي الحلول قبل المشاكل؟ أبدأ وياك، هل هو منطقي 10 أيام لتوزيع الطلبة؟ يعني 10 أيام إذا بدأ الدوام 1/10 لحد 10/10 يلا تصفى الأمور؟ يعني ست الأعداد الكبيرة خلنا نحكيها بصريح العبارة. زين. ترى اليوم عندنا في بعض المدارس، تعرفين جنابك، أضرب لك مثال، في إحدى مديريات تربية الكرخ الأولى إعدادية العامرية يصل أعداد الطلبة فيها من 1800 إلى 2000 طالب. يعني هذا العدد
إذا تقسمين بمرحلة الرابع والخامس والسادس. مشكلتنا مو مشكلة عدد، اليوم في طلاب راحوا للمدارس. لا تذكرين على 10 أيام. أي هي على 10 أيام شنو الفائدة؟ هو يهيئ طلبة ويرتبهم في مدارس ما مهيئة. أنا أجي أرتب طلاب في 10 أيام وأني مكان ما عندي يأويهم. اليوم أكو طلبة بالفعل رجعوهم أستاذ أحمد، قالوا لهم بعد أسبوع تعالوا لأنه المدارس بعدها ما مكتملة. إذن الانطلاقة غير موفقة في انطلاق العام الدراسي الحالي. كان المفروض على وزارة التربية أولاً ست الكريمة أن تنهي موضوع الدور الثاني، هاي النقطة الأولى، ونتهيئ توزيع المناهج. يعني أنا مو بالضروري أوزع المنهج عندما ينطلق العام الدراسي. أغلب المدارس حالياً لديها مواقع على التواصل الاجتماعي، تقدر أن تستدعي الطلبة بطريقة منظمة قبل أن يبتدي العام الدراسي بتوزيع المناهج. بالتالي الطالب راح يستلم المنهج مالته قبل ما يبتدي العام الدراسي بأسبوع على أقل تقدير. هي وزارة التربية قالت أن هذا العام لن يشهد أي نقص بالمناهج أو الكتب المدرسية، كلها متوفرة. أنا أشك في هذا الموضوع، وهو انطلق العام الدراسي وجنابش بالتقرير لقناتكم الكريمة الآن ذكرته، هناك نقص في المناهج. هم أعلنت، هو أعلنت وزارة التربية إنه المناهج الصفوف الأولى إنه جاهزة، لكن إحنا نريد مرحلة المتوسطة ومرحلة الإعدادية. هل بالفعل اكتملت المناهج ومن ثم تم توزيع على الطلبة؟ هسه أنت تربوي والست أيضا والأستاذ عندكم هواي أسئلة، وزارة التربية ترفض الإجابة على هذه الأسئلة. إحنا اتصلنا بها كذا مرة، ردنا مجرد توضيح. هسه إحنا من حقنا اليوم 12 مليون طالب راحوا للمدارس، من حقنا أنه أحد يجيبنا على هذه الأسئلة، لكن لا وجود لأي جواب. يعني هذه مشكلة أيضا مشكلة حقيقية، يجب على وزارة التربية أن تطلع أولياء الأمور، يعني لابد أن يشوفون شنو آلية التحضير للمدارس. يعني حقيقة إحنا فرحانين بانطلاق العام الدراسي، وبنفس الوقت على أساس فرحان، وبنفس الوقت الشق الثاني هو الأهم زين، وبنفس الوقت الأهالي شالتهم. ليش شالتهم؟ اليوم القرطاسية انتهت كتوزيع مجاني، ملزم ولي الأمر أن يوفر الدفتر، والدفتر الإنجليزي والعربي والرسم والمقطاطة والمساحة والحقيبة، إضافة إلى شراء الملابس. اليوم كل عائلة عراقية إذا لديهم 3 أطفال أو 3 طلاب يعني لا يقل عن 300 إلى 400 ألف دينار ما بين ملابس والمستلزمات والمواطن الفقير إلى الله. إذن أستاذ داود أكو مقاطع انتشرت لبعض المدارس يجبرون الطلبة على تنظيف هذه المدارس لأنه غير مؤهلة، وعذرا مدارس وسخه للغايه، وياخذون منها فلوس يقولون لهم والله تبرعات حتى نعيد تاهيل وبناء المدرسه حتى تجون تتعلمون بها. ارد اسالك بالله استاذ داود، هل هذا واقع التعليم والتربيه في العراق؟ يعني ست فرح، هو اكو اشياء اهم من ما طرحتيه، على الرغم من انه ذو اهميه. هذا شن هي؟ اكو اشياء انه احنا الان في عام 2024 وكنا في زمن سابق انه العام الدراسي يبدا منتظم، يبدا بكتب وقرطاسيه واقلام وملاكات متكامله وتسويه متكامله، ما نبقى بين يوم واخر ننزل جدول ونغير جدول، ننزل طلاب بالقيد ونشطب على اساس اكو دور ثاني، والان اكو حديث اكو دور ثالث، وهكذا الفوضى. انا المهم عندي ان اهيئ مدرسه بملاكها وقرطاسيتها وكتبها واداره ونظافة. النظافة اللي ذكرتيها أنا مطلع كثيراً لأن خدمتي هاي صارت 33 سنة. دول متقدمة متحضرة تشارك الإدارة والطلاب والملاك بالكامل بتنظيف المدرسة لسبب واحد فقط، لتعليم الطلبة روح التعاون بين أستاذ داود الهيئة التعليمية والإدارة. أستاذ داود خلي أحكي لك شو يصير بالدول الأوروبية والدول المتقدمة. أول يوم دوام هاي التنظيف يصير أول يوم دوام؟ العائلة دازق ابنها بطريقة مرتبة ورايح يتفائل بالمدرسة يقولوا له تعال نظف وانطي تبرعات؟ لا، أنا أقصد أنه هذا العمل الشعبي اللي دا يصير جماعي أثناء الدوام، يعني بعد مرور شهر أو أسبوعين أو 3 تبدأ العمليات للتوعية. لكن الآن اللي دا يصير أنه كل مدرسة، وأنا مسؤول عن كلامي، ما لا يقل عن 3 عاملات أو 2 بالأقل بحد أدنى، 2 عاملات بس المدارس. ولو هذا مو عذر ايضا، ما ننطي عذر، لكن احنا نشوف الطاقات اللي تتبذل في المدارس،
المدارس مو مدارس قلاع 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 كبار جدا، قلعة يعني على شكل قلعة، طابقين 24 صف، خدمات صحية، ممرات، ما تتلحق. لكن هذا مو عذر أيضا، يفترض من إدارة المدارس أن تهيئ المدرسة قبل أسبوع من بداية الدوام بعمليات منتظمة. لكن خليني أعرج على موضوع آخر يمكن أطرق عليك، أطرق بالبداية التقرير مالتكم. شوف الشوارع المؤدية للمدارس، وإحنا نطالب في بيئة نظيفة، يعني الطالب يخرج من بيتهم إلى باب المدرسة يشوف النفايات ويشوف الفوضى والتعدي على الممتلكات العامة وما شابه ذلك، ويطب للمدرسة أيضا يلقى نفس المواصفات، والمعلم أو المدرس يتحدث بحديث يريد من الطالب النظافة، يريد النظام، يريد الاستقرار، فيصير عنده خلط هذا الطالب بين ما يتحدث بالمدرس وبين ما يشوفه بالبيئة. لا 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 أستاذ داود لو سمحت، ما يصير عنده خلط، جاي يصير عنده ضياع لما ثلاث شيفتات في المدرسة الوحدة ويقعد بالقاع بطريقة أشبه بطريقة معاملة الحيوانات. هذا معناها أنك ما تحترم التعليم ولا التربية في العراق، فشون الطالبة باحترام الكادر التعليمي، وشون الطالبة بأنه يقدم شيء لهذا الوطن؟ خلينا نكون واضحين ولو لمرة واحدة أستاذ. ما احنا دنقول، احنا دنقول من ضمن الأسباب اللي ما تخلينا الطالب مثل ما نريد مثل ما نطمح هي البيئة المدرسية المتكاملة. ما عندنا بيئة مدرسية متكاملة. روحي للصحيات شوفي، روحي ساحة 10 ملايين دينار ردنا تنصب ساحة مدرسة، صار والله العظيم 5 سنوات ساحة نصطب بيها نوقف على حصو على شياش طالعة من الصبة. نروح لمديرة التربية يقول ما عندي، لكن ورا شهرين يبني 4 قاعات أو 6 صفوف ب250 مليون دينار ومتروكة صار لها 3 سنوات. يبني مرافق صحي من 2008 متروكة لليوم متروكة، واللي يحب يجيني لمدرستنا احنا في قاطع تربية الكرخ الثانية وخلي اشوف اياها. مدرسة بنت وذكرتها ذاك اليوم على قناتكم من المكان هذا، قلت من 2008 ما فتحوها الا السنة، المن اطوها؟ اطوها الى دوام ثنائي، اخذوا من عدة وجابوا مدرسة سووها مدرسة ثلاثية في مدرستين اخرتين، يعني ما حلوا بها مشكلة، ضاخمونا المشكلة. فيا اختي سوء التخطيط في التربية سواء في المديريات او في الوزارة هو السبب الحقيقي، لان ماكو ناس مختصين يجيبون اي شهادة بدون خبرة. ليش ما ناخذ الخبرات من المدارس؟ ليش ما ناخذ قراراتنا من المدارس من ادارات المدرسة؟ لعد قرارات من وين تأخذ؟ هسه على صعيد، هسه على صعيد اكبر هرم في وزارة التربية، معقولة عنده سوء تخطيط؟ ما عنده هيئة استشارية؟ نعم انا متأكد ما عنده مستشارين. انا من قناتكم، من قناتكم دا اقول عنده سوء تخطيط، لانه اللي يعرف التعليمات وياخذ قراراته بالعاطفه هذا ما يعرف يخطط. يعني انا من اطلب الطلاب دور ثالث وانا اعرف بالتعليمات المتمره وحده صلاحيه الوزير. بس حتى استاذ داود الوزير الان ياخذ قراراته بالعاطفه؟ نعم. هيئه الراي وين؟ نعم بس اسمحي لي ست فرح، اي انا اقول العاطفه، يعني اذا اقراني هالايام مع احترامي للنواب في مجلس النواب في اللجنة التربويه يطالبون من وزير التربية وكأنه منجز، كل سنة لازم احنا نسوي دور ثالث، كل سنة لازم نسوي دور ثالث. يا اخوان الدور ثالث شل التعليم، نهى الطموح للطالب، نهى التنافس. يعني شنو انا طالب واقع ب8 دروس او 7 او 6 اسوي له دور ثالث وعطل الدوام وهو نفس الحالة يرجع لي في نفس الدروس راسب. الدور الاول هو اساس للطلب والدور الثاني طه فرصة للنجاح. فأنا ماكو داعي كل سنة اعيد هذا المكان اولا. ثانيا وين التخطيط اللي لحد الآن المناهج ما واصلة وتطلع مدراء التجهيزات اللي صعدوا تاهوات وبنوا فلل يقولون احنا راح نسلم 100% ويطلع السيد وزير التربية يقول راح أسلم 100%. يا أخي يا سيد يا أستاذنا يا وزيرنا يا محترم اطلع للمديريات ولا تروح للمديرية العامة، روح للمدارس اسأل كم وزع هذا المدير العام اللي يقول لك أنا وزعت 100%. أستاذ داود هيئة الرأي جاي تسوي ها؟ هيئة الرأي جاي تسوي وراح تحكيني وانا ما اتحمل. لا استاذ لازم نضع النقاط على الحروف. الله يخليك. هيئه الراي هي وضعت لتقويم القرار التربوي. جيد، وين دورها؟ صار 20 سنه وانا مسؤول عن كلامي كتربوي، ما شفت قرار تربوي رضت عليه كل ادارات المدارس قاطبه. يعني ننزل بالقيود وننظم ويجي 10 درجات ويجي دور ثاني ويجي دور ثالث ويجي شمولهم للوضع الانساني. الكتب والله العظيم العام صف ثاني متوسط امتحانات انجليزي وكتب معته، والسنة لحد الآن أيضا ما يقارب 60% من مستلمين انجليزي، وهذه طامة كبرى. وده يطلعون بالتلفزيون يقولون والله سلمنا 100%. يا أخي ليش الكذب؟
زين قرطاسيه ماكو، دفاتر ماكو، ملاكات لحد الان اكو تلكؤ بالجدول ما ينزل. وضحت الفكره استاذ الملاكات داود. لان الملاكات ما متكامله. وضحت الفكره سته يصير لمين اكو كذب، ولمين هيئه الراي ما ادري شلون جاي تشتغل وماكو قرار صائب صحيح، واكو سوء اداره واكو سوء تخطيط، والوزير يحكم ويراجع بالمشاعر. رجعوا لكم الصلاحيات، طالبوا وزارة التربية ترجع لكم الصلاحيات وفضوها سيرة. والله أنا في كل القنوات وفي كل اللقاءات سواء التلفزيونية والغير تلفزيونية أطالب بإعادة الصلاحيات لمجلس محافظة بغداد. ليش تطالبين بالقنوات؟ ليش ما تطالبين رئيس الوزراء أو الجهات المعنية حتى أنا قديش القنوات واللقاءات الرسمية من خلال لقاءاتنا بالمسؤولين، لأن المجلس المحافظة دستوريا إلى صلاحيات المراقبة والإشراف على وضع التربيات. حقيقة الفترة الماضية من 2019 إلى 2024 خمس سنوات أصبحت الأمور بدون رقابة بدون متابعة بدون، وأصبح الشخص يعني القائم على المديرية هو سيد نفسه، لأن ماكو حساب ماكو حسابات ماكو أحد يراقبه ماكو أحد يتابعه. فهذه القضية يعني احنا دائما بلقاءات باجتماعات دائما نطالب بإعادة الصلاحيات. لكن أنا أختلف بقضية مع الأستاذ أحمد بقضية الكوادر الخدمية بالمدارس. مدرسة بها 1300 طالب، عدد الشعب بها تتجاوز ال 18 شعبة، بها عامل خدمة واحد أو عاملة خدمة واحدة، هاي وين تكفي؟ حقيقة ما تكفي. وزارة التربية من ضمن سوء التخطيط اللي تعاني منه أنه عندها نقص بالكوادر، بس ما تطالب ما تطالب بكوادر إضافية. ليش ما تطالب؟ والله يعني حقيقة هواية أكو أمور هي يعني هي مشكلة. إذا جابوا عمال نظافة يسترزقون ويخدمون يسترزقون وش قد يعني رواتبهم؟ طبعا رواتب عمال الخدمة في وزارة التربية ضعيفة جدا جدا ضعيفة. أغلب المدارس ما بيها عامل خدمة وما بيها حرفي ما بيها حرفي زين. ومن يمن يتكلمون يقولون وزارة التربية كوادرها كثيرة، وطبعا كثيرة بحجم الطلبة الموجودين بحجم التلاميذ اللي موجودين. رغم هذا كله وإحنا عندنا خلل وعندنا نقص. حاليا عندنا مدارس عدد الحصص تتجاوز 25 والثمانية وعشرين للمدرس، وتحديدا الاختصاصات العلمية الفيزياء والكيمياء والرياضيات والإنجليزي بها نقص كبير بأغلب المدارس. مدرسة ثانوية من الأول متوسط إلى السادس إعدادي بها مدرس كيمياء واحد. هسه نرجع على موضوع انه ترجع الامور يمكم انتم كلجان متخصصه، شنو نعم. كان جواب رئيس الوزراء على ما تفضلتم؟ ندرس الموضوع وان شاء الله القادم خير. زين شنو تقييمكم لعمل ست مديريات في بغداد بمدراءها العامين؟ هل انتم راضين على ادائهم؟ لا، حقيقه الامر المديريات العامه لتربيه بغداد القسم الاكبر منها تعاني من مشاكل كبيره وفساد اداري ومالي منقطع النظير. فساد مالي وفساد إداري. هذه خطيرة جدا هذه. بأي ملفات وشنو الآلية؟ تقريبا نقول أغلب الملفات، أغلب ملف الأبنية المدرسية، ملف التجهيزات، ملف القبولات. أنا هسه مسؤولة عن كلامي. بعض المديريات وصل قبول الطالب بالمدارس المتميزة إلى 12 و15 ورقة. هذا ابتزاز. احسنتي، هاي حقيقه، هاي حقيقه احنا ما نريد نجامل عليها، لان هذا على حساب شعب اصابه من الظلم والحيف ما لم يصب شعب اخر، حقيقه الامر. فهذه القضيه يعني هذا موضوع. اذا طالب ياخذ 12 ورقه حتى ينقبل بمدرسه متميزين، احكي لي عن الاستاذ، احكي لي عن المدير اللي ينقبل، عن الموظفين، أكيد على النقل، تفاصيل إدارات المدارس تباع وتشترم، الكوادر التعليمية وتنقلاتها داخل. منو يبيعها ست يصير؟ منو يبيعها؟ أكو سماسرة. أنا ما أريد أشخص، لأن أنا ما شفت يعني حقيقة، ما أريد أقول شخص سين من الناس وفلان وفلان. هسه قد يكون يعلم أو لا يعلم زين حقيقة هذه، لكن إحنا كنا ندري الإدارات تباع، نقل الكوادر من مكان إلى مكان حسب حاجة المعلم والمدرس والإداري أيضا يساوم عليه. أخطر حالة شفتيها وسمعتي بها، أخطر فساد مالي أو إداري؟ ملف الامتحانات. أي سولفي لي بهذه النقطة. هذا الملف حقيقة
من يمن بطل المي يوصل الى الطالب سعره 1000 دينار. هذا يعني بحد ذاته وين؟ في بغداد يعني. زين يوصل هسه مشكلتنا بطل المي ب 1000 عم ندفع 1000، شنو المشاكل الاكبر ست؟ لا هذا فساد. أنا أدري هذا فساد، بس أكيد عندك حالة لو حالتين مشخصتها أخطر من بطل المي اللي بألف ست. النجاح والأسئلة، أكو أسئلة جاي تنباع للطلبة؟ لا الأسئلة ما تنباع. لا الأسئلة حقيقة يعني حتى أكون صادقة بكلامي، يعني أنا ما أريد فقط أن أجلد الآخر. الأسئلة مدى تخرج الأسئلة، وإن خرجت تخرج قبل الامتحان بخمس أو عشر دقائق. من يسربها؟ يسربها اللي ينقل الاسئله، ولكن زي. احنا صار سنتين ما عندنا هاي الحاله. جيد. مدى نلاحظ. شنو اغرب حاله ست شخص فيها؟ اغرب أي. حالات هي حالات تغيير الملاكات يعني وشراء الادارات، يعني هاي اصعب. بيش تباع الاداره؟ والله انا سمعت بسيطة. ما شفت. خلينا نتحدث اللي سمعت. سمعت انه احد الادارات المدارس اشترى المدير الاداره بست دفاتر. ست دفاتر؟ اي. وهاي شقد راح يطلع منها اذا اشتراها بست دفاتر؟ حقيقة انا دا ابحث حاليا. أي. دا اتابع واراقب وابحث عن صحة المعلومة. لما هي ست دفاتر هذا شقد راح يطلع استاذ احمد حتى يسدد الست دفاتر ويربح منها؟ يعني ست يسير دا تقول لك ورقة القبول ب 12 ورقة. زين. هسه اذا ما نتكلم بكل مفاصل الادارة ودوام المدرسة. جيد. يعني من على مستوى مثلا طالب اللي ينجحوه هم مقابل مثلا مبالغ، طبعا هنا بالمناسبه لحظه الطالب اللي ينجحوا يبدل الدفتر يعني. لا بمبالغ يعني مو دفتر استاذ. يعني مو بالدفتر ست العزيزه، يعني اليوم طرق الآلية بالتصليح يعني يعرفون عن طريق اشاره، عوامل كثيره، لكن احنا خلي نتفق جميعا انه هاي الحالات ليس هي بالعمومه البعض اللي عنده فلوس استاذ. ليش؟ حتى لا نظلم الباقي. احنا ما نظلم. فجايج لا عندي. لا ككوادر انا اتكلم ككوادر بصراحه. راح ارجع ككوادر. اللي عنده 12 ورقه والكادر يقبل من طالب حتى يروح متفوق، ابنه يقول متفوق ويكذب على نفسه، يكذب على رب العالمين، يكذب على المجتمع. للامانه هذا عنده فلوس استاذ. للامانه الطفل. أي. او الطالب مستحق ان يكون من المتفوقين، يعني معدل 98 و97. زين. يعني لكن كم فرصه ضاعت على طالب ما عنده 12 ورقه؟ كثيره. لا إذن هذا ضياع لتساوي الفرص. يعني هذه مشكله اوراق القبول. يعني صارت ظاهره حقيقه ثابته. يعني مثلا تلميذ اللي بالابتدائيه 150-200 ألف دينار، بالمتوسطة يصعد هذا الرقم إلى أن توصل في بعض المدارس المتميزة، مو متميزين، المتميزة توصل أوراق القبول مالتهم ربما 400-500 دولار. هذا سمع ترى كليتنا، إحنا من هذا البلد ومن هذا الواقع، بس إحنا ما دنتهم الناس جزافا ولا نعمم على الجميع. لا، هناك أكيد إدارات محترمة وتعمل وتعمل بجد، لكن نعم. إحنا خلي أنقل لك ما مؤتمن نقله عبر قناتكم. تفضل. وزارة التربية أعلنت عن المدرسة الإلكترونية، أخذت اللي هو الانتساب، أخذت من كل ولي أمر عن طريق زين كاش حصرا 210 ألف، وراها وزارة التربية ألغت هذا القرار. مبالغ هاي الناس ما رجعت، وين راح تروح؟ شلون الناس راح تستلمها؟ احنا دا نتكلم عن الاعداد الكبيره. حضرتك مو متابع استاذ احمد؟ نعم. مو ترصد الصغيره والكبيره؟ نعم. وين راحت هاي الفلوس؟ لا مو وين راحت هسه ولي الامر. انت تسال وين راحت؟ انت تسالني انا اسالك. عذرا بلي سيد فرح، انا مثلا جاري زين، هذا الموضوع صار له تقريبا من تم اتخاذ القرار ربما 3 اشهر، ومن ثم اللغة راجع اداره المدرسه قالت له مو يمنا، راجع للتربيه واحد يشمر على الثاني. اخر شيء جاني قلت له روح، اعتقد موجوده عندهم شعبه التعلم عن بعد، قول لهم شنو مصير هاي ال 210. شنو كان جوابهم؟ يعني واحد يشمر على الثاني. اي ماكو جواب، احنا ناشدنا وزاره التربيه وماكو جواب. كذا لقاء يعني انا ذكرتها المشكله. هسه مو هذا لقاءنا الست عضو مجلس محافظه الاستاذ داود المحترم. اريد الرصد الاعلامي مال وزاره التربيه وين؟ يعني اتمنى هسه مثلا انا يا معالي الوزير الله يحفظك، ده تسمع هاي السلبيات يا اخي استعين
بالناس بالخبراء بالباحثين. جز علينا اسمع، بس احنا راح نوجه له كلام كل هذا الكلام راح ننقله لوزارة التربية، وراح نستقطع هذه المقاطع وراح ندزها للمكتب الإعلامي للوزارة. المشكلة هو رسالة يشوفها ما يجاوب، راح يتحمل يشوف فيديو دقيقتين ويشوف. احنا امام واقع عراقي، صار لنا سنة نتوسل بهم يابا، بس نريد منكم توضيح يا استاذ احمد. لا رد ولا جواب، ست ولا كأنما اكو جهة قاعدة تخاطبهم. ست فرح عزيزتي، بالنسبة لموضوع المكتب الإعلامي او المتحدث، هذا شأن وزير التربية ورسالتكم وضحت، يعني حقيقة واضحة جنابك، ارسلت رسالة، هذا دور مع الوزير التربية. احنا اليوم احنا دورنا كست تيسير المحترمة عضوة مجلس محافظة رئيسة لجنة التربية والأستاذ داود وآني انه نشخص السلبيات، اريد نعين العوائل. العوائل تعبت هسه، يعني اضرب لك سالته قلت لك الفلوس وين راحت، بدي اقول لك ماكو نتيجه، ست ماكو نتيجه، ما اعرف ارد جواب. مديريات ربما عليها شوائب، انت مشخصها كمتابع، اكو مديريات الاكثر عليها شائبه، الاكثر عليها ملاحظات، اي مديريه؟ ست فرح والله بدون مجامله، بدون مجامله، كل المديريات مشاكل. دولة رئيس الوزراء، هالكاميرا إليه تمام؟ دولة رئيس الوزراء أقدر أني أوصل لك، بس والله مدير عم ما أقدر أوصل له. لو تشوفين أي مديرية اختاري، ابتدئ من الكرخ الأولى والثانية والثالثة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة، شوف الحاجز مع المواطن. وأنا أطلب من معالي دولة رئيس الوزراء يرجع دوام المدراء العامين بالأسبوع على الأقل يوماً الدوام المسائي. الناس مكتظه شيء فوق شيء. اني قبل ثلاثه ايام بس من فضلك، لو حكومه اغلاق المدراء العامين الباب ببوش المراجعين. لا لا، حكومه رئيس الوزراء قال حكومه خدمات، لكن على ما ده اشوف هاي مو حكومه خدمات. اني طلبت من معالي وزير التربيه في لقاء معين، قلت يا معالي الوزير الله يحفظك، انزل الى المديريات كل شهر، كل اسبوعين شهر، خذها من موقع عدنان. قابلت الوزير والله قل لنا بالكت، احنا يعني نستطيع ان نقابل الوزير. مو قلت قابلت الوزير؟ ست يعني دا وجه دعوه لمقابله الوزير ولا مره قابله ابدا، هو مدير عام شايفه ابدا. انت بالفعل من قابل الوزير استاذ داود بالفعل. أي. اللي ذكره المدير عام خالين ميز وخالين مجموعه ما اعرف منين، فد معامل يابا، بس اني اكو موضوع مثلا ربما شخصي خليني اوصل مدير عام ابد. مسوين بالاسبوع، بس خلي اعطيك الفكره حتى الناس تسمع، مسوين بالاسبوع يوم واحد لمقابله المدراء المواطنين. وشلون مقابله؟ شلون مقابله؟ هرج ومرج وكل شيء ما تفتهمين نهائيا، والقلم الاخضر جاهز. شنو القلم الاخضر جاهز؟ ما اعرف والله. انا راح اجاوبك بس من فضلك، حسب الضوابط حطه بيدك واطلع. توصل لاي مدرسه حسب الضوابط، روح جيب لي موافق. هذا التعبيل المواطن تهلكيها لك، يعني اكو زي. حالات انسانيه. انا عبالي شايف الوزير قلت والله خليني اخذ منك. انا كلامك هذا، انا اريد اخذ من بركات حسبالي شايف الوزير والله. والله انا ما شايفه رئيسه لجنه، ما شايفه، ما شايفه الوزير بيني ما بين الله، ما شايفته غير مره واحده يمكن ما تجاوزت الخمس دقائق، واني عندي حديث من لهذه المشاكل حبيت اطرحها الي. لجنه في حكومه لجنة محليه ما تلتقي بوزير التربيه، ما ملتقي الوزير اكثر من مره مرتين ثلاثه، اروح واقعد بالوزاره ساعتين وثلاثه وقت الوزير لا يسمح. الله عليه الست يسير، يعني شو افهم هذا الموضوع انا هسه لما الرئيس لجنه في حكومه محليه يريد لقاء؟ لعد لا عتب علينا احنا اعلاميين، ده نحاول ان نوصل وما جاي نقدر نوصل. بس بثواني حتى انتقل الأستاذ داود، لولا التلميذ والطالب، بس هذا سؤالي. اكو وجود الى مدير مدرسه وكادر تربوي؟ لا طبعا. اكو وجود لمدير عام؟ اكو وجود لوزير التربيه؟ ايش تقصد يعني؟ هو طبعا لو ما اكو ناس ماكو حكومه، لو ما اكو مي ماكو جسر. لا قصدي يعني النظريه مفتوحه، لازم يكون الوزير قريب من الناس، قريب من المواطن، والمدير عام ايضا خدمات. مدير العام وين ماذا تحقق على ارض الواقع؟ ست فرح، مدير العام هو موظف جاي لخدمه التلميذ والطالب ولامره. انت تصدق اللي جاي تقوله؟ رئيس لجنه ما ملتقي في وزير التربيه، يا موظف يا مدير عام. المدير العام ما صار مدير عام استاذ، صار رئيس وزراء. شلون نحل المشاكل؟ مو صحيح. شلون تنحل المشاكل؟ لا ما يقابلوك، ما ممكن. اصبحت دوله، كل مديريه اصبحت دوله، كل مديريه اصبحت دوله ذات سياده. اتكلم بهذه الطريقه ست فرح، انا مواطن عادي، انا مواطن عادي اراجع مدير العام
يكتب لي حسب الضابط، دخل يجي مع جل احترامي ستي، يعني كلش احترم الست، يروح عضو مجلس محافظه، يروح نائب، اخذ الموافقه ليش هذا التميز؟ عذرا عذرا لحظه ست، تاخذين موافقه من المدير العام ليش هذا التميز؟ يا بدي تقول لك ما ماخذه موافقه ست، يصير ما ماخذه يعني قابل رئيس لجنه كل التقدير والاحترام 48 لو 68 عضو مجلس محافظه 52 هل انه كلهم سوى؟ اي عضو بر اي عضو برلمان لحظه مو يروح ياخذ على ناس وناس، وشنو معيار الناس والناس الحزبيا؟ اي هذا تابع للجهه الفلانيه يمشوا له اموره. تمام ستتي ما تابعه لجهه حزبيه؟ يعني طبعا تابعه اكيد لجهه لا حزبيه. لا ليش بيمشوا؟ ما عدت اسلاح الحزب مالها، ما عدت اسلاح. الف رحمه على روحك. زين انت استاذ داوود شنو رايك باللي جاي يصير؟ وزير ما يقابل رئيس لجنه، وفساد وابتزاز ومشاكل وفوضى وسوء تخطيط وسوء اداره، وما حد واقع بها غير الطالب الفقير. احكي لك اياها بصراحه، والاهل اللي ما عندهم فلوس حتى يجهزون اولادهم. وين نريد نوصل بهذا الواقع بعد؟ شنو رايي بصراحه؟ اي ما اشوف قانون وما اشوف حكومه. مو هاي حكومة الخدمات أبداً أبداً، مجرد مع احترام الشديد لما يقدم رئيس الوزراء ويقدم العنوان الفلاني. شوفي الست فرح، رئيس الوزراء أو المسؤول كائن من يكون إذا ما ينزل للميدان ويتابع ما ينجح. إحنا ترفع تقارير أو يروحون إلى أماكن منمقة نظيفة راقية وينطوها للوزير، ومن يجي الوزير يزور مديرية معينة ما يأخذون للمناطق الشعبية. لا 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 أستاذ داود، أستاذ داود لو سمحت لي، السوشيال ميديا ما بقى أحد مغمض عينه ما يشوفوها ما يشوفوها. لا 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 الناس والمواطن معقولة معقولة سيادة الوزير كل احترام والتقدير إليه، ما عنده ابن أخوت، ما عنده ابن أخ منا والله هذا الواقع المرير ما أصدق أستاذ. والله العظيم ست فرح، أنا واحد من الناس أي صورت ساحة المدرسة، وصورت المدرسة هاي اللي من 2008 ثلاث فيديوهات وحكي مباشر، وهاي سنتين أدز بيها إلا هسه انفتحت. ذاك اليوم أيضا سويت مناشدة من قناتكم. الحالة السلبية ما حد يطلع يعالجها إطلاقا، لأنه ما بيها دفع ما بيها فائدة. يروحون للحالات اللي تلمع وتغطي على الفساد. شنو رأيك شنو رأيك بمقابلات المدراء العامين؟ تقدر توصل لهم باعتبارك؟ والله أنا أحكي لك إياها بصراحة، أي أطلب للتربية، أتفتش بالاستعلامات، يعني أخذ موبايلي أروح أباوح على جهة المدير العام أخاف. ليش تخاف يا أخي؟ ليش أخاف؟ أي أكو ميز بالباب الخارجي مخليه بالعرض زين، وعشرة واقفين ورا الميز. إيش عندك؟ إيش يسوون هذول العشرة؟ إيش عندك جاي قابل المدير؟ حماية للمدير وجواب. حماية للمدير العام، عشرة حماية المدير العام. نعم أنا دول عاطلين عن العمل موقفهم المدير العام. هاي بيا مدرسة، هاي بيا مدرسة أستاذ داوود، بيا مدرسة. أنا متوسطة الفراهيدي. وين صايرة؟ صايرة بالتراث، منطقة التراث المعالف. مديرها عنده عشر حمايات، يسألون الرايح والجاي جاي يسوي. المن وش عندك؟ وليش راح تقابله؟ وشنو الكتاب؟ اعطينا يا أستاذ، إحنا ندخل للمدير العام. المدير المدير العام اللي جاي تحكي عنه هو عضو هيئة رأي بوزارة التربية؟ ما عندي عشرة؟ ما عندي معلومة. ما عندك معلومة؟ ما عندي معلومة والله، ولو عندي معلومة أقولها. لا زين، لا هذه معلومة مني إليك، هو نفسه هيئة الرأي. هيئة الرأي مجموعة من كل المدراء العامين واللي داخل الوزارة ومجموعة من المستشارين، هي هاي هيئة الرأي. لا شنو شغلهم؟ ده يقول لك عنده حماية عشرة ستة يصير واقفين بالست يصير انت مداخله للتربيات بغير مدارس مداخله للتربيات ست يصير مسافته زين. لحظه اذا مدير عام عنده 10 ايش قد حمايتك انت رئيس لجنه؟ ما تصدقين؟ لا قولي لي واصدق والله. والله واحد حمايه واحده ست فرح. لا ليش المدير العام 10؟ ست فرح ست فرح بس اسمعي انا اوضح الفكره. اي دول اللي واقفين قصدتهم حمايه زين، يعني حاجز بين المدير العام والمراجع. ها حاجز وموقفهم اي حتى لا يصير اختراق على المدير العام ويدخل العام والشامل المدير العام، لان امبراطور هو ويخافون عليه. مو لحظه خلينا نكون شويه منصفين ويا المدير العام، وخاف الجماعه يدخلون بطريقه فوضويه ويهجمون مكتب المدير العام. ست مو هاي احنا هم شايفيها، خلينا نكون منصفين. ست زين ست، يعني انا من ادخل التربيه ودا اتفتش بالاستعلامات على كل شيء مخليني حتى الستره ياخذون شيء ويفتشوها طب ويأخذون موبايلي. أريد أدخل أنا كتربوي إلى معزز مكرم إلى المدير العام وأنقل له مشاكلي وهمومي
وهي مو أكثر من خمس دقائق، هاي أولا. ثانيا السلبيات اللي دا نشوفها ونتمنى من اللجنة التربوية في المحافظة أنه هاي المراجعة من الشباك، معلم أو مدرس أو مدرسة، موظف قاعد على السبلت، والمعلم أو مدير المدرسة يراجع من الشباك وقوة يأخذوا منه الكتاب ومن طرف خشوم مثل ما يقولون عنا، هاي حالة مو حضارية، عيب. معلم والمدرس أكبر درجة أخلاقية مهنية عرفية تربوية، أعلى من المدير العام، أعلى من الوزير، هاي عند الشعوب المتحضرة. زين، فأني أرد أقول والأخت هسه ستة يصير لا تسمعني، أكو حالتين إذا أوقفناها راح التعليم. شن هي وباختصار؟ مو باختصار، أي أولا ترميم المدارس الغو، لأن كذب فساد. أتفق معك، كذب والله كذب، ماكو ترميم كل سنة. باعي أنا بالمدرسة اللي أنا بيها ومدارس يمي كل سنة يجون يصبغون الباب يلحموه ما أعرف شنو يصعدون على السطح هنا فوق أخذوا لهم 300-400 مليون. إذن هي صفقات فساد. وبعد الثاني شنو؟ لأنه الثانية الثانية ما أقول ألغوها، لكن فشلتوا التعليم وقتلتوا روح المنافسة بها اللي هي مدارس المتميزين. أنا من أخذ متميزين من كل صف ألمهم المدارس كلها وأخذ المتميزين وأبقى الناس اللي هي تحتاج إلى عناية، وين روح المنافسة؟ ماكو وين التعلم الجامعي؟ يا منافسة جاي تحكي عليها بعد كل هذا اللي جاي نحكي، المنافسة صارت ب 15 ورقة وست شداد. شكرا جزيلا الأستاذ الباحث التربوي داود الحلفي، حياك الله. شكرا جزيلا رئيسة لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد التربوية تيسير القيسي، حياك الله. شكرا جزيلا، أسأل الله لك كل التوفيق. أيضا الباحث التربوي الأستاذ أحمد الجميلي، شكرا على كل ما طرحته. إذا ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول انطلاق العام الدراسي الجديد، لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. السوداني يؤكد في كلمته بقمة المستقبل دعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. الشيخ همام حمود يزور مجموعة من المدارس ويتفقد استعداداتها وتجهيزاتها بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على متهمين اثنين يمارسان السحر والشعوذة في بغداد، ابتزا أكثر من 400 ضحية. شركة الموانئ تعلن الانتهاء من أعمال البنى التحتية للقطع المكونة للنفق المغمور في ميناء الفاو. مديرية الدفاع المدني تعلن إحالة ما يقارب 2766 مشروعا مخالفا إلى التحقيق خلال عام 2024. الحصاد انتهى، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.